نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا شيخ شيل الجوال ولا أعطني هو، إذا ما تحتاج أعطني، أغلق الكتاب، أغلق كل شيء. بإذن الله تعالى سندرس كتاب التوحيد، أو نمر عليه مرور سريع تشويقا لدراسة هذا الكتاب. قبل أن نبدأ بالدراسة أقرب، لكن مع التباعد بالله. طيب نعم، قبل أن نبدأ بدراسة الكتاب عندنا أسئلة، اعتدنا أننا نسأل أسئلة، منها لماذا ندرس التوحيد؟ هذا تقدم معنا، حق الله العبيد، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عباد إلا بالتوحيد، لا أدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكفير السيئات. نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا الطعام والشراب. تمام، السؤال الثاني، لماذا ندرس كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ هذا الاثنين اشرح لهم قليل، خليك بجانبهم هناك، هذا امامك تراهم، عبد الكريم هو هذا يشرح لهم. تمام، خليهم على الجدار. نعم، لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ لماذا؟ اولا لاننا طلاب، والطالب لابد يرجع إلى النهج والطريق الذي خط لنا علماء حتى نصل إلى ما وصل إليه. والله الله سبحانه وتعالى قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لازم نسير على النهج والطريق الذي خط لنا علماء حتى نصل إلى ما وصل إليه، مفهوم؟ تمام. أي كتاب تريد، يعني أن تحفظ أي كتاب من الكتب أو تدرس أي كتاب، لازم يكون هذا الكتاب إيش؟ مخدوم. لأنك الآن تختار كتاب ممكن ما تجد له نسخ، لا أحد يشرحه، ما وجد شروحات، تضيع منك النسخة، ضع كل شيء. لكن الكتب التي اعتنى بها العلماء هذه أي مكان تجد منه نسخ، تجد شروحات كثيرة، تجد من يحفظ معك، من يراجع معك. اهتمام العلماء بهذه الكتب فيه إشارة أن الله سبحانه وتعالى وضع لها القبول بإذن الله، مفهوم؟ طيب، هذا الكتاب له مميزات، منها من يقول لي مميزات كتاب التوحيد؟ أهم ميزة، نعم، لم يذكر فيه كلمة واحدة، كل ما فيه قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة. هذه أفضل ميزة وأحسن ميزة، بل قالوا أن هذا الكتاب، أخواننا هذا الكلام، يعني والله يعني لا يمكن أننا لو أردنا أن نتكلم اليوم ممكن هذه الحصة لا تكفي في الكلام عن مميزات كتاب التوحيد. الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله أراد أن يشرح كتاب التوحيد ما استطاع، فألف كتابا سماه إيش؟ لشرح كتاب التوحيد، إيش اسمه؟ التمهيد. يعني إلى الآن لم يشرح، هو مهد لشرح كتاب التوحيد، شروحات كثيرة على كتاب التوحيد. يقول هذا الكتاب هو قطعة من أي كتاب؟ من صحيح الإمام البخاري، بل محمد بن عبد الوهاب حقا وصدقا هو بخاري هذا الزمن. أين يظهر فقه الإمام البخاري؟ في التراجم، في التبويب. انظر إلى تبويبات هذا الرجل، سهولة الكتاب يا أخواننا. شفت العالم يوم يسهل لك الكتاب ويعطيك، يقول هي يعطيك هي على طبق، مفهوم؟ جاهزة، هذا العالم. أما بعض الطلاب قال والله دخلت محاضرة فيها أستاذ دكتور بروفيسور يتكلم أصوري نحرير أسد المنابر خطيب مسقع، والله ما فهمت كلمة. هذا عالم؟ لا، يقول ما فهمت كلمة.
هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يتكلم أحياناً يعيد الكلام كم؟ 3 مرات حتى يعقل ويفهم عنه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الربان الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، مفهوم؟ ابن عثيمين رحمه الله كان يستطيع أن يرتفع فوق الطلاب وما يفهم الطلاب شيء، صح؟ لكن لا ينزل مستوى الطلاب حتى يفهم الطلاب يا أخي، يعو عنه. تمام. هذا الكتاب فيه أنواع التوحيد 3. أغلقها هذا منا. فيه أنواع، أغلقها يا شيخ. فيه أنواع التوحيد 3، لكن ركز المؤلف، يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المقدمة في القول المفيد، يقول ركز المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب على أي نوع من أنواع التوحيد؟ على توحيد الألوهية أكثر ما يكون خلل فيه، لكن لم يتجاهل توحيد الأسماء والصفات ولا توحيد الربوبية. وسيأتي معنا أبواب كاملة في الأسماء والصفات، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب التسمي بقاضي القضاء ونحو، وكذلك على الربوبية، لكن أكثر كتاب في توحيد الألوهية. تمام. رد على الشبهة التي يأتي أهل بها للشرك في الزمن، وهذا مهم عندنا اليوم، لأنك كيف ترد الشبه؟ والمشكلة أن كثير الناس إلا من رحم الله في هذه الأيام يسمع الشبهات وكذا، وفتحوا باب الشبهات، مشكلة هذه والله. تمام. وسوف ترى إذا انجل الغبار أفرسا ركبت أم حمار، سترى بإذن الله ثمرة عناية العلماء وحث الطلاب على حفظ هذا الكتاب ودراسته، مفهوم؟ نعم. سبحان الله، هذا الرجل لم يكتب مقدمة لكتاب التوحيد. لماذا؟ أشياء منها، قالوا أنه اقتدى بالبخاري رحمه الله. البخاري لم يكتب مقدمة لكتابه الصحيح. لماذا؟ قال لأن الكتاب متخصص في الحديث، أراد أن يعلق الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب متخصص بالكتاب والسنة، أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة ولم يذكر شيئا من كلام، مفهوم؟ اقتداء بالبخاري. الثاني، كتاب التوحيد لا داعي أن أشرح لك، واضح صح؟ إيش أشرح لك؟ مفهوم؟ يقول ليل نهار عدل ظلم، هذه لا تحتاج إلى بيان إلى توضيح. كتاب التوحيد ماذا يشرح، ماذا يقدم لك؟ واضح صح؟ ما يحتاج. أعطينا القلم، أعطينا القلم، قلم. ممنوع الكتابة يا شيخ، ممنوع الكتاب، ممنوع استعمال الجوال، ممنوع كل شيء. كتاب موجود عندكم موزع لكم، مكتوب فيه كل شيء. أنا فقط أريد أراجع معكم بس، أنا ليس عندي علم. مفهوم الشيخ إيش قلنا؟ الثاني إيش؟ كتاب التوحيد أدل عن المقصود، مفهوم؟ 3، الأبواب 5 الأولى هي كالمقدمة لكتاب التوحيد، سيأتي معنا. الأبواب 5 الأولى هي مقدمة، لأن سنقسم الكتاب إلى 10 أقسام، منها مقدمة وخاتمة. الأبواب 5 كالمقدمة، هذا القول كم؟ 3. الثاني، اتق الله يا رجل. الثالث هذا. الرابع، أنه في بعض النسخ وجد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اقتداء بالبخاري. قال أراد أن يعلق الناس بالكتاب والسنة، كتاب التوحيد أدل على المقصود. في بعض النسخ وجد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي كتاب تقتنيه، أو إذا أهدي إليك كتابا، قبل أن تضع الكتاب في الرف أو في الحقيبة أو في السيارة، تصفح الكتاب، وأقل شيء قال اقرأ المقدمة وفهرسة الكتاب. بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التعليم، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب، ما فيه من مسائل، ما فيه من مباحث، ممكن تبحث عن مسألة وهي موجودة عندك في بعض الكتب، صحيح؟ تمام. إذا أردنا أن نفهرس ونقسم الكتاب، هذا الكتاب ينقسم إلى 10 أقسام. كم باب فيه؟ أبواب الكتاب 67 باب إذا حسبنا المقدمة. نعم، نريد نمشي على هذا، أن الأبواب 67 باب إذا حسبنا المقدمة، ونصطلح أن نسمي الباب الأول باب وجوب التوحيد، لأنه قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى. نريد هذا، نقول كتاب التوحيد، بعدين بين قوسين كذا زيادة من عندنا إيش؟ باب وجوب التوحيد، مفهوم؟ تمام. 67 باب
والأقسام عشرة، اضبطوا معي يا إخواننا. في ناس مو تحفظ كتاب التوحيد، تحفظ كتاب التوحيد مع المسائل مع القول المفيد، والله نعم. إيش الإشكال؟ القسم الأول مقدمة، ثم تفسير التوحيد، ثم الأدلة والبراهين أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، ثم سبب أسباب الكفر، سبب كفر بني آدم، أربع أبواب، ثم قسم واحد باب واحد، دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات. أطول قسم في الكتاب هو التاسع، المناهي اللفظية، الفاظ الشركية وبعض الشركيات، والخاتم من يعيد العشرة. يلا يا شيخ، بسم الله. الأول مقدمة تحتوي على خمسة أبواب، الثاني أراد أن يفسر لك التوحيد، يظهر لك التوحيد، ثم الأدلة البراهين على بطلان عبادة ما سوى الله وأسباب الكفر حتى نجتنبها، ودح حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، السحر، الكهانة، التطير، وأعمال القلوب، والأسماء والصفات، والمناهي اللفظية، الفاظ الشركية وبعض الشركيات. أطول قسم في الكتاب، وهذه من عادة المؤلف أنه يجمل بعدين يفصل ثم الخاتم. من يعيد؟ لا حول ولا قوة إخوان، أنا أساعدكم، ها تستطيع؟ يلا بسم الله. أوقف. أي نعم، كيف ما تستطيع؟ تستطيع القيام. يلا، الأول مقدمة، ثم تفسير التوحيد، ثم الأدلة والبراهين أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا الصالحين ولا غيره، ثم أسباب الكفر حتى نجتنبها، والرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية وأعمال القلوب والأسماء والصفات، وأطول قسم مناهي اللفظية، الفاظ الشركية وبعض الشركات، والخاتم. ما شاء الله، تمام. الوهابية من هم؟ ولماذا يرموا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة النجدية بأنهم وهابية؟ يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كان يقال عنه الأمين والصادق، صح؟ ثم عندما أول ما نزل عليه الوحي ماذا قال له ورقة رضي الله عنه؟ قال له: ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: لم يأتي رجل قط، ما يمكن أن يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي عمرو بن لحي يأتي بالأصنام من خارج الجزيرة ويضع عند الكعبة، يضع الأصنام تعبد عند الكعبة، لا أحد يتكلم عليه، لا يحارب، بل شاركوه وأخذوا يصنعون الأصنام ويعبدونها عند بيت الله الحرام، صحيح؟ نعم. ولا لم يتكلم أحد. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة حاربوا. إذن لابد أن تعلم أن هذا طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لحقوا ما لحقوا من الأذى، لا يمكن أن تسلك هذا الطريق وما يلحق شيء، مفهوم؟ ولهذا قال: الصبر على الأذى فيه، على العلم والعمل والدعوة. ولحق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما لحق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا عن أهل السنة مشككة ومجسمة وشكاكة ونواصب ونوابت وغثاء و و و و و حتى وصلوا إلى إيش؟ إلى الوهابية، وقالوا أن محمد بن عبد الوهاب وهابي. طيب، الوهابية نسبة إلى الوهاب، والوهاب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فأرادوا أن يقدحوا في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإذا هم يمدحوا مدح والله، أن ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني باختصار أخوان حتى ما نطيل عليكم، سبب العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب شيء واحد، ما هو؟ أراد أن يعلق الخلق بالخالق، وأبى هؤلاء إلا أن يعلقوا الخلق بالخلق. سبب العداوة هو التوحيد والله. خذوا كتب محمد بن عبد الوهاب، هذا بعضهم يقول يعني أتحداكم أن تخرج لي كلمة واحدة فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خالف علماء السلف، كلمة واحدة. لا، لما استطاعوا. خذوا 10 سنين وادرسوا الكتب
ونقح ما شئت. قالوا كذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ألا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة. هو اسمه محمد، وسمى بعض أحفاده بأسماء آل البيت ويحب آل البيت. وقال سيأتي معنا في المسائل أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء. طيب، المهم الخلاصة أنه لا يوجد أحد، لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولا من علماء الدعوة النجدية يقول أنه وهابي، لكن هذا من باب الرمي بالألقاب، مفهوم؟ ولا عليك.